اهلا بيكم مع كايرو دار. النهارده ان شاء الله هنكمل موضوعنا الاول في منهجنا بعنوان مذاهب الجبريه والحريه من منظور غربي. اتكلمنا قبل كده على مذاهب الجبريه عند هيوم، واتكلمنا بعديها على مذاهب الحريه عند الفيلسوف الفرنسي روسو. النهارده باذن الله هنكمل راي فيلسوف جديد وهو سارتر. سارتر من الفلاسفه اللي كانوا بيدعوا للحريه، وليه فلسفه بتطلق او بتسمى بالفلسفه الوجوديه، وهنعرف كمان شويه ليه هو سماها فلسفه وجوديه. في البداية قبل ما نتكلم على فلسفة سارتر، عايزين نقول ان رأي الفيلسوف بيجي من ظروف مجتمعه. اتنين، الفيلسوف عشان يديني رأي، يديني وجهة نظر، لازم يدعم رأيه بدليل. طب ما تيجي نشوف مع بعض أدلة أنصار الجبرية وأدلة أنصار الحرية. في أنصار الجبرية قلنا ان الناس الفلاسفة اللي قالوا ان الانسان مجبر قالوا ان الجبرية موجودة في التكوين الجوهري داخل الانسان، ودوني ثلاث أدلة. أول أدلة ديت وهو الدليل الجسمي، قلنا في دوافع عضوية، دوافع أولية زي الأكل والشرب، أنا باكل وبشرب وأنا مجبر، ما عنديش إرادة حرة. اتنين، قلنا في أفعال لا إرادية، أفعال منعكسة زي غلق العين عند ضريق الضوء شديد أو سحب اليد عند شكها أو أخذها بدبوس. وقلنا كمان في الدليل الجسمي أن الإنسان بيرث صفات زائد أمراض وراثية لا دخل له فيها، مثلا صفة وراثية زي الطول. تاني دليل اتكلمنا معاه وهو الدليل النفسي، وقلنا برضو الدليل الاجتماعي. في الدليل الاجتماعي بنقول أن الفرد بيخضع لقواعد اجتماعية ما بيقدرش يغير فيها، بمعنى الانسان بيتولد في اسره معينه وبتولد كمان في طبقه معينه، انا ما بقدرش اختار الاسره بتاعتي ولا بختار الطبقه بتاعتي. ضيف على كده ايه كمان بقى، ان شخصيه الانسان بتتحدد جوه الاسره والطبقه من غير ما هو ياثر في تكوين هذه الشخصيه. بالاضافه لان ايه، المجتمع بيحدد مجموعه من القواعد والقوانين والعادات والتقاليد، انا بنفذ هذه القواعد وانا مجبر. بس في ناس سامعها بتقول لي لا ده في صوار، في ناس بتعترض على التقاليد والقوانين وبتعمل فيها ايه، بتغيرها. بس انا برد عليك وبقول لكم ايه، ان الصوار دول اقليه في المجتمع، انما الاغلبيه بتستسلم للوضع. ثالث دليل معنا في ايه، ادله انصار الجبريه، هو الدليل النفسي. الانسان بيشعر جواه اوقات كده بالخوف او الارتجاف من شيء مفزع او من شيء مخيف. الخوف دوت حاله نفسيه انا مجبر فيها. اتنين، صاحب النفسية المتشائمة وصاحب النفسية المتفائلة، كل واحد من الاتنين دول بيصدر عنه سلوك حسب حالته النفسية. تالت نقطة، الانسان بيشعر بعجزه امام مجريات الاحداث. يبقى انا كده اتكلمت على انصار الجبرية وقلت تلات ادلة، واحد الدليل الجسمي، اتنين الدليل الاجتماعي، تلاتة الدليل النفسي. طب لما تيجي بقى نشوف مع بعض انصار الحرية، ايه الادلة اللي هم قدموها لي عشان يأكدوا ويثبتوا ان الانسان حر؟ اول دليل هنتكلم عليه هو الدليل الاجتماعي. مجتمع يعني افراد، المجتمع لازم يحط عادات وتقاليد وقوانين عشان يضبط بيها سلوك الناس داخل المجتمع، بالظبط زي بابا في البيت لما بيحط مجموعه من القواعد والقوانين وكلنا بنمشي عليها. بابا ليه حط القواعد والقوانين دي؟ عشان يضبط بيها سلوك افراد الاسره. انت عارف القواعد والقوانين اللي المجتمع بيحددها لي او اللي بابا بيحطها في البيت؟ ده اعتراف من المجتمع على حرية الانسان. بمعنى ما هو انا لو مجبر الناس تحط لي قوانين ليه؟ مثلا في قانون في المرور بيقول لي ما ينفعش تكسر الاشارة. ليه المرور حاطط القانون ده؟ لان انا حر، انا ممكن امشي كويس وممكن اكسر الاشاره. في قانون بيقول لي اللي هيسرق هيتسجن، اللي يقتل يتعدم. ليه في قانون؟ لان انا حر، انا ممكن اسرق وممكن اقتل. يبقى معنى كده ايه، ان القوانين الاجتماعيه هي اعتراف من المجتمع على حريه الانسان. اسمع الجمله ديت، السؤال الاستفهامي دوت، لو كان الانسان مجبر لما وضعت القوانين. تاني دليل هنتكلم معاه وهو الدليل الجسمي. في الدليل الجسمي في الحريه بقول ايه، الانسان عنده قدره على السيطره على افعاله، وبيقوم ببعض الافعال والحركات باراده هو بيحددها باستطاعته، زي المشي، زي الكلام، زي تحريك الاعضاء، زي علاج الامراض دون ان يستسلم لها. تالت دليل معانا وهو الدليل النفسي. بنقول ايه في الدليل النفسي، كل واحد فينا بيمتلك اراده بيختار بيها ما يشاء وبسيطر على افعالي،
واحساس دوت احساس بديهي ان انا عندي اراده بختار بيها الفعل بتاعي، محدش يقدر ينكره، واللي بياكد كلام ان انا بحمل كل فرد مسؤوليه الفعل ان هو مارسه بحريه. كده اتكلمنا على ادله الجبريه وادله الحريه. احنا النهارده بنتكلم على الحريه عند الفيلسوف الفرنسي سارتر. ما تيجي نشوف مع بعض ايه العوامل، ايه الاسباب اللي دفعت سارتر لقوله بالحريه، او بصيغه تانية ما هي عوامل وظروف نشاه وجوديه سارتر. وجوديه سارتر ظهرت عشان ثلاث اسباب، ثلاث نقاط. اول نقطه اسمها التقدم العلمي وسيطره الاليه على الانسان. عارفين ايه اللي حصل في القرن العشرين؟ العلوم الطبيعيه تقدمت تقدم كبير جدا وتقدم ملحوظ جدا. العلوم الطبيعيه دي عشان تتقدم لازم تستخدم منهج اسمه المنهج التجريبي. العلماء والفلاسفه اتجهوا الى دراسه هذا العالم الطبيعي لان كان في تقدم، واهملوا دراسه الانسان. سارتر هنا وقف قدام الفلاسفه، وقف قدام العلماء، قال لهم لا، ما ينفعش نسيب الانسان وندرس العالم الطبيعي. يبقى هنا ظهرت وجوديه سارتر كرد الفعل لدراسه العالم الطبيعي. بالاضافه لايه؟ في القرن العشرين الاله سيطرت على حياه الانسان لدرجه ان الانسان بيأدي عمله بملل، مفيش نشاط، مفيش حيويه، لدرجه ان الانسان بقى عبد للاله، الاله سيطرت على كل حياتي. انا اوقات اسال مثلا حد فيكم اقول له حافظ تليفون زميلك، يقول لي لا ثانيه واحده طلع الموبايل بتاعي واديهولك. ده انا لغيته، مين اللي سيطر على حياتي هنا؟ الاله. يبقى اول سبب من اسباب نشاه وجوديه سارتر هو التقدم العلمي وسيطره الاليه على الانسان. ايه المقصود بالعنصر ده بالجمله ديت؟ تقدم علمي حصل في العلوم الطبيعيه. العلماء والمفكرين اتجهوا لدراسه هذا العالم الطبيعي، اتجهوا لدراسه هذا المنهج التجريبي اللي احرز تقدم في العلوم الطبيعيه واهملوا دراسه الانسان. هنا ظهرت وجوديه سارتر كرد فعل لهذا الاتجاه. اتنين، الاليه سيطرت على الانسان وتغلغلت في حياته، واصبح الانسان اله بيقول لك يؤدي عمله بملل وفقد نشاطه وفقد حيويته، برضه هنا ظهرت وجوديه سارتر. تاني عامل معانا وهو الحرب العالميه الثانيه وتخريب الانسان. هنتكلم شويه على جزء في التاريخ. كلنا عارفين ان اثناء الحرب العالميه الثانيه فرنسا اصيبت بالهزيمه من المانيا. في الحرب العالميه الثانيه فرنسا اتغلبت من المانيا. اثناء فتره الاحتلال الالماني كل الشعب الفرنساوي انضم الى المقاومه. سارتر الفيلسوف بتاعنا اللي بنتكلم عليه النهارده قبل ما يكون فيلسوف هو مواطن فرنسي بلده مهزومه في الحرب، انضم الى افراد المقاومه هو وغيره من الفلاسفه والمفكرين، وفضل يقاوم الاحتلال الالماني حتى تحقق النصر. ده تاريخ. فين الحته الفلسفيه اللي انت بتشرحها لي هنا النهارده؟ سارتر لما سال الشعب الفرنسي على سبب الهزيمه، احنا ليه اتغلبنا يا جماعه في الحرب؟ سمع جمله اتكررت عند غالبيه عند معظم الشعب الفرنسي اللي هي احنا اتغلبنا، احنا اتهزمنا لان احنا كنا مجبرين، احنا ما اخترناش الهزيمه بحريه، احنا كنا مجبرين في الهزيمه ديت. سارتر ما اقتنعش بالراي دوت. ما ينفعش تقول لي انا اتغلبت في الحرب عشان انا كنت مجبر. سارتر هنا بيعمل ايه؟ بيتساءل عن مدى مسؤوليه الانسان عن الهزيمه. هل الانسان، هل الشعب الفرنسي، هل المواطن الفرنسي كان مسؤول عن الهزيمه دي ولا مسؤول ولا مش مسؤول؟ انتوا عارفين هنا سارتر بيعمل ايه؟ سارتر كده حول اتجاه الفلسفه، مش فاهم واحده واحده عليا، يعني ايه حول اتجاه الفلسفه؟ كلنا عارفين ان الفلسفه من اول نشاتها في بلاد اليونان اهتمامها الاول كان منصب بالوجود، ما وراء الطبيعه، الميتافيزيقا. النهارده سارتر مش عايز يخلي الفلسفه تدرس الوجود الطبيعي او تدرس ما وراء الطبيعه او تدرس الميتافيزيقا. امال انت عايز ايه يا سارتر؟ اللي عايز اخلي الفلسفه تدرس الوجود الانساني. عشان كده فلسفه سارتر بتسمى بالفلسفه الوجوديه. خلي بالك من المعلومه ديت. سارتر هنا حول الفلسفه من دراسه ما وراء الطبيعة، من دراسة الميتافيزيقا، من دراسة الوجود الطبيعي إلى دراسة الوجود الإنساني. كده قلنا سببين من أسباب وجودية سارتر. أول سبب كان التقدم العلمي وسيطرة الآلية على الإنسان. اتنين، الحرب العالمية الثانية وتخريب الإنسان.
في الحرب العالمية الثانية أوروبا كلها اتدمرت وبالأخص فرنسا. عشان كده سارتر بيتساءل عن مدى مسؤولية الإنسان عن الهزيمة. ثالث سبب معانا من عوامل ظهور وجودية سارتر وهو بداية الانهيار التدريجي للحضارة الأوروبية والحضارة الغربية. عارفين يا شباب المعلومة ديت؟ إن أي حضارة مهما بتوصل لدرجة من التقدم والرقي والازدهار بعديها لازم تقع وتنهار. ليه؟ دي نتيجة حتمية لكل حضارة استنفدت طاقتها. بمعنى حضارة تبدأ في النمو ثم وتوصل لقمة النضج، قمة الازدهار في مختلف المجالات والنواحي، فن، ثقافة، علم، حضارة، صناعة إلى آخره. مجرد ما الحضارة بتوصل لقمة النضج دي بعدها لازم تنهار. تحمل بداخلها بذور التفكك والانهيار والاضمحلال. وخلي بالك بقول لك دي نتيجة حتمية لكل حضارة استنفدت طاقتها. عارف أنا بشبهها بإيه؟ زي أنت لما بتيجي كده في سنة، في آخر السنة قبل الامتحان بفترة صغيرة، بتقول أنا زهقت بقى من المذاكرة، أنا عايز أمتحن، خلاص الطاقة اللي جوايا خلصت. نفس الكلام بالنسبة للمجتمع، بالنسبة للحضارة، توصل للقمة بعديها بتقع وتنهار. في فترة انهيار الحضارة الغربية ظهرت مذاهب شاذة ومذاهب غريبة بتدعو إلى اللامعقولية واللامبالاة. مذاهب شاذة انتشرت في المجتمع الغربي، لبس بشكل معين، قصات شعر بشكل معين، دي اسمها مذاهب شاذة أو مذاهب غريبة على المجتمع. وانتشر العبث داخل المجتمع الغربي، كل واحد بيعمل اللي على هواه. والمذاهب ديت لما انتشرت كان بتدعو إلى اللامبالاة واللامعقولية. إيه اللي حصل هنا؟ المذاهب ديت ساعدت أكتر على انهيار الحضارة الأوروبية أو الحضارة الغربية. يبقى أنا كده معايا ثلاث أسباب لنشأة وجودية سارتر. أول سبب اسمه التقدم العلمي وسيطرة الآلية على الإنسان. اثنين، الحرب العالمية وتخريب الإنسان. ثالث نقطة، بداية الانهيار التدريجي للحضارة الغربية. وخلي بالك من حاجة، بعد ما اشرح السبب الاول والثاني والثالث لازم اقول الجمله ديت اللي هي ايه، وهنا ظهرت وجوديه سارتر. في السبب الاولاني قلت لي التقدم العلمي وسيطره الاليه، العلماء اتجهوا لدراسه العالم الطبيعي واهملوا الانسان، هنا ظهرت وجوديه سارتر. الاله تغلغلت في حياه الانسان، مفيش نشاط، مفيش حيويه عند الانسان، هنا ظهرت وجوديه سارتر. الحرب العالميه الثانيه، فرنسا اتهزمت من المانيا وفي مقاومه، فضلوا يقاوموا الالمان حتى تحقق النصر. سارتر هنا عمل ايه؟ حول الفلسفه من دراسه الوجود الطبيعي الى دراسه الوجود الانساني، هنا ظهرت وجوديه سارتر. في ثالث عنصر معانا بنقول بدايه الانهيار التدريجي للحضاره الاوروبيه، ظهرت مذاهب شاذه غريبه تدعو الى اللامعقوليه واللامبالاه، برضه هنا ظهرت وجوديه سارتر. طب ما تيجي نشوف مع بعض راي سارتر في الحريه. سارتر لما جه يتكلم على الحريه ليه ثلاث قضايا، كل قضية أهم من التانية. القضية الأولى بيقول لي إيه؟ الإنسان حر لأن وجوده أسبق من ماهيته. عارفين أحلى حاجة في الفلسفة إيه؟ إن كلام الفلاسفة مترتب وليه نظام، وما ينفعش أقول جملة إلا بدليل. بصوا كده سارتر بيقول لي النهاردة إيه؟ الإنسان حر لأن سبب، ها؟ الإنسان حر لأن وجوده أسبق من ماهيته. لا نقف هنا بقى كده واحدة واحدة وتفهمني يعني ايه وجوده أسبق من ماهيته. حر، أنا عارف الراجل الفيلسوف بتاع النهاردة سارتر النهاردة بيقول لي إن أنت حر. إيه السبب إن أنت بتدوني؟ إيه الحجة بتاعتك؟ لأن وجوده أسبق من ماهيته. الماهية هي الصفات، ماهية الشيء هي صفات الشيء. سارتر بيقول لي النهاردة الإنسان بيوجد أولا في العالم، جميل، وبعد لما الانسان بيوجد في العالم ده بيعمل ايه؟ قال لي بيختار ماهيته. قلنا الماهيه هي الصفات، يعني بيختار صفاته. بمعنى اختار اكون امين ولا غير امين، ابقى شجاع ولا جبان. يبقى معنى كده ان الصفات ديت او صفات الانسان ليست مفروضه عليه من الخارج، وانما هي من صنعه هو. ازاي الكلام دوت؟ انت ذاكرت، جبت مجموع معين، دخلت كليه معينه، بالتالي اشتغلت وظيفه معينه، جيت قابلتك بعد فتره قلت لك اخبارك، احوالك، فينك دلوقتي، قلت لي والله ده انا دخلت كليه كده مش كويسه شويه، فبالتالي اشتغلت شغلانه
شوية بس غصب عني والله. لا ما تقوليش غصب عني. ليه مش غصب عني؟ مجموعي هو اللي وداني الكلية، ما تقوليش التنسيق. مجهودك انت، مذاكرتك انت هي اللي حطيتك في الشريحة دي في التنسيق او في الشريحة دي، فبالتالي الكلية، فبالتالي اللي بعدها الشغل. يبقى معنى كده صفاتي انا اللي بختارها، صفاتي من صنعي انا، مش مفروضة عليا من الخارج. طب ما تيجي نرجع هنا لفرنسا في الحرب العالمية. صفة الشعب الفرنسي في الفترة دي كانت ايه؟ الهزيمة، مهزومين من الألمان. سارتر هنا بيقول للشعب الفرنساوي انتوا كنتوا احرار في اختيار الهزيمة. ليه؟ الانسان بيوجد اولا ثم بعد ذلك يختار صفاته بنفسه. يبقى ايه صفة الشعب الفرنسي في الفترة دي؟ صفة الهزيمة. سارتر بيقول لهم لا، انتوا اخترتوا صفة الهزيمة بحرية. وبيديني دليل بيقول لي ايه؟ لان وجود الانسان اسبق من ماهيتهم. انتوا عارفين قبل سارتر كان ترتيب الوجود والماهية، الوجود والصفات كان شكله عامل ازاي؟ كان واحد الصفات اتنين الوجود. بس سارتر ما قالش كده. انا عارف قبل سارتر في الفلسفة السابقة على سارتر، في الفلسفات التقليدية كان مين الاول؟ الصفات ثم الوجود. يبقى كده سارتر عمل ايه في العلاقة بين الصفات والوجود؟ سارتر قلب العلاقة ما بين الصفات والوجود. ليه سارتر قلبت العلاقة في الصفات والوجود؟ قال لي عشان يحمل مسؤولية الهزيمة للشعب الفرنسي الذي كان يمكنه أن يختار النصر، ولكن مختار الهزيمة بحجة أنها شيء مقدر عليه. يبقى سارتر هنا عمل إيه؟ قلب العلاقة ما بين الوجود والصفات. قبل سارتر كان واحد الصفات اتنين الوجود. سارتر جه قال لأ، الوجود الأول وبعدين الصفات. المبرر اللي خلى سارتر يقلب العلاقه ديت لكي يحمل مسؤوليه الشعب لكي يحمل مسؤوليه الهزيمه للشعب الفرنسي الذي كان يمكنه ان يختار النصر، ولكنه اختار الهزيمه بحجه انها شيء مجبر عليه. تاني قضيه معانا في راي سارتر في الحريه، وهي الانسان مسؤول عن افعاله ويتحمل نتائجها. خلي بالك من حاجه، القضيه التانيه اللي انا هشرحها دلوقتي هي نتيجة للقضية الأولى. بمعنى أنت في القضية الأولى قلت لي إيه؟ الإنسان حر لأن وجوده أسبق من ماهيته، يعني أنا حر. اتنين بتقول لي إيه؟ الإنسان مسؤول عن أفعاله ويتحمل نتائجها. آه حاجة بديهية، أنا مدام حر لازم أحس بالمسؤولية. يبقى هنا سارتر عمل إيه؟ سارتر هنا ربط ما بين الحرية والمسؤولية. الحرية الكاملة تستتبع بالمسؤوليه الكامله. ما دام انت وانت بتقول ان انا حر لازم تحس مع الحريه بالمسؤوليه. لازم احس مع الحريه بالمسؤوليه. طب ما تيجي نتخيل المجتمع لو كل افراده بيقولوا احنا احرار، لو كل المواطنين بيحسوا بالحريه بس مع الحريه مفيش حد بيقول انا مسؤول، مفيش احساس بالمسؤوليه. عارف ايه اللي يحصل في المجتمع؟ المجتمع يتقلب فوضى ودمار. بمعنى انا ماشي في الشارع لقيت واحد بص لي بصه وحشه رحت شايله بالعربيه، وانت ماشي في الشارع ما اعرفش واحد عمل فيك ايه رحت مطلع المسدس وضربه، وانت ماشيه في الشارع واحد عمل راحت ضربها بالقلم على وشها. ما انا حر وانت حر وانت حره. بص كده المجتمع، حريه بدون مسؤوليه، بقى شكل المجتمع عامل ازاي؟ فوضى ودمار. اذا الحريه الكامله لابد ان تستتبع بالمسؤوليه الكامله. انت عارف هنا سارتر لما ربط بين الحريه والمسؤوليه ايه اللي حصل؟ سارتر هنا جعل كل انسان وصي على نفسه. ما دام انا حر وحاسس بالمسؤوليه انا هنا مش محتاج حد يراقبني، مش محتاج بيت يراقب سلوكي، مش محتاج مدرسه، مش محتاج شرطه ولا ولا ولا. ليه؟ كل فرد هنا هيبقى وصي على نفسه. واسمع بقى احلى جمله في الفلسفه الوجوديه في فلسفه سارتر كلها، بيقول لي ايه؟ وبهذا يكون الإنسان مسؤول عما هو عليه. يكون الإنسان مسؤول عما هو عليه. يعني إيه الجملة دي؟ يعني أنت الوضع اللي أنت وصلت له أنت اللي مسؤول عنه، مفيش حد تاني. ما تقوليش أنا دخلت الكلية ديت عشان بابا أكبر، لا 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 لا. ما تقوليش أنا عملت كذا عشان ماما قالت لي، لا 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 لا. ويصبح الإنسان مسؤول عما هو عليه. ليه؟ ليه مسؤول؟ ليه بتحملني المسؤولية؟ لأن أنت مارست الفعل ده بحرية. ما هو في الأول قال لي إيه؟ الإنسان حر لأن وجوده أسبق من ماهيته. استنتجت من الجملة دي قضية تانية اللي هي إيه؟ الإنسان مسؤول عن أفعاله ويتحمل نتائجها. إذن
الحرية تستتبع بالمسؤولية، فيكون كل إنسان واصي على نفسه ويصبح الإنسان مسؤولا عما هو عليه. يعني هنا برضو سارتر بيحمل مسؤولية الهزيمة للشعب الفرنسي، بيقول لهم أنتوا مسؤولين عن الحالة، عن الوضع اللي أنتوا وصلتوا ليه. تالت جملة معانا في رأي سارتر، وهي مسؤولية الاختيار تولد القلق عند الإنسان. مسؤولية الاختيار تولد القلق عند الإنسان. ما تيجي نفتكر حاجة صغيرة كده مع بعض. وانت صغير وانت صغيرة كان بابا وماما يروح معاك الامتحان في ابتدائي او في اعدادي، ويفضل يا عيني قاعد بره اللجنة مستني لما سيادتك او سيادتك تخلص الامتحان وتخرج. بابا تمام، بابا انا غلطت غلطة، ماما انا مقصرت شوية. عارفين ليه بابا وماما كانوا بيعملوا كده؟ عشان حاسين بحاجة اسمها القلق. طب هو قلقان ليه؟ ليه بابا وماما قلقين عليا؟ عشان حاسس ان هو مسؤول عنك وعني. ما هو بصوا، انا ما دام بحس ان انا مسؤول لازم بعد المسؤوليه دي احس بالقلق. يبقى مسؤوليه الاختيار بتولد القلق، مسؤوليه الاختيار تولد القلق. القلق اللي انا بتكلم عليه او اللي سارتر بيتكلم عليه هو قلق طبيعي يشعر به كل من يتحمل المسؤوليه. زي بالظبط انت اللي بتبقى قاعد بتذاكر وخلصت مذاكره، في البيت نقول لك يا حبيبي قوم ذاكر بكره عندك امتحان. لا انا خلاص رجعت وتمام الحمد لله. يا ماما خش اقرا كمان كلمه ممكن ان انت بتقراه دوت الصبح تلاقيه في الامتحان. لا انا تمام كده اوكي. طب انت عارف وعارفه يوم النتيجه هعمل فيك ايه؟ هعمل وهعمل عارفين بقى الكلام بتاع بابا وماما. ها مجرد ما بسمع الكلام دوت جوايا بقلق، اروح داخل تاني الاوضه بتاعتي وقاعد على المكتب وكملت تاني مذاكره. ايه اللي حصل هنا؟ انا حسستك ان انت مسؤول. ما انا قلت لك يوم النتيجه انت اللي هتحاسب نفسك، انت مسؤول عن النتيجه ديت. مجرد ما احساس المسؤوليه ده وصل لك انت حسيت بالقلق. ده اسمه قلق طبيعي يشعر به كل من يتحمل المسؤوليه، مثل القائد العسكري. هو اللي مسؤول عن توقيت وقرار الهجوم. لو التوقيت تمام خلاص، لو التوقيت غلط هو اللي بيشيل المسؤوليه كلها. يبقى القلق عند سارتر هو قلق بسيط وهو قلق طبيعي. بس في اوقات القلق البسيط والقلق الطبيعي بيتحول لقلق تاني وحش جدا اسمه قلق مرضي. اقول لك ايه؟ ده انسان قلوق. ترجم كلمه معايا، يعني ايه كلمه انسان قلوق؟ يعني قلقه زياده عن الحد الطبيعي. زياده عن الحد الطبيعي، يبقى معنى كده ايه؟ هل الانسان القلوق دوت ياخد قرار؟ ده كل يعني ما ياخد قرار قلوق متردد. ها هل القلق المرضي ده يبقى معاه فعل ولا لا فعل؟ لا فعل. كل ما يجي ياخد خطوه قدام يحس بالقلق يرجع تاني. هو ده القلق اللي انتشر اثناء الحرب العالميه الثانيه واصاب نفوس الشباب، وهو ده القلق اللي ادى الى ظهور مذاهب شاذه وغريبه في المجتمع الغربي بتدعو الى اللامعقوليه واللا مبالاه. خلي بالك في الامتحان يقول لي ايه. القلق الذي يعنيه سارتر هو قلق مرضي، اقول له لا. يؤدي للاستكانه، اقول له لا. يصاحبه لا فعل ولا عمل، برضه اقول له لا. انت حيرتني، امال ايه القلق عند سارتر؟ قال لي قلق طبيعي، قلق بسيط يشعر به كل من يتحمل المسؤوليه. وخدنا مثال معانا وهو القائد العسكري. وسارتر بيقول لي كمان ايه؟ ده الانسان طول حياته بيحس في قلق. الانسان طول ما هو عايش بيحس بيه قلق. ليه؟ عشان طول حياتك انت بتختار. يبقى كده سارتر قال لنا ثلاث جمل في الحريه، ثلاث قضايا في الحريه. اول قضيه هي الانسان حر لان وجوده اسبق من ماهيته. في الفلسفه السابقه على سارتر كانت العلاقه ماشيه ازاي؟ كان واحد الصفات، اثنين الوجود. سارتر قلب العلاقه. تاني قضيه هي مسؤوليه الاختيار، انا مدام حر ابقى مسؤول عن افعالي. ثلاثة مدام مسؤول بحس بيه القلق. وبكده تكون خلصت جزئيتنا، نشوفكم في جزئية جديدة مع كايرو دار.